Yeah. Your vein, why you tickles your vest? Why you tickles your vest? Why you tickles your vest? صافي يا ابني عملنا يا ابني يا ابني يا ابني انا حبيبك يا ابني انا مش بحبك يا ابني انا بحبك يا ابني لا 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 طيب ابوك وحياة ابوك احمد يا عم ولا انا اعرفك ولا انت تعرفني ولا بداية معرفة حلوة صافا يا عبد الله احمد مالك يا جماعه وحياة امك وحياة امك حبيبك يلا بقى حبيبك انا اول مره يا جماعه اقابل احمد مالك بس في الحياه في الحياه بحبه والله العظيم يا جماعه اقسم بالله انا الواد ده كل مره اقول ايه عمال يخبط انت كنت بتخبط في حاجات صح؟ خبط في عند القبض بس ايوه سؤال اخير مين اللي كان بيضربك في البيت بول؟ يا باشا شوف الناس انا يا عم من غير بص لا 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 رامز جلال خلى خل وجابنا هنا علم صافي يا جامد احمد مالك يا رجال استنوني في رمضان في برنامج رامز عقل وطار على ام بي سي صافي يا جامد